Index shut down. Expected loss of signal. Cape. المرحلة الأولى مرحلة الإشعال بدأت، حصلنا على تأكيد من تشغيل المحرك الثاني بنجاح وبدء عملية الفصل عن جسم الصاروخ. مدار اسمي طبيعي، ونحن ننتظر المرحلة الثانية مرة أخرى، والآن تبدأ المرحلة الثانية من مرحلة كوست، والآن سوف يمكننا أن نهبط في المرة السابعة عن المسار. ها نحن، عملية ناجحة. That is SpaceX's 116 SpaceX صاروخ 116 صاروخ فالكون 9 شهد عملية إطلاق بنجاح للمهمة 99، وهذه المهمة تفصلنا على بعد ثواني معدودة من الإشعال الأول والإشعال الثاني للمحركات، وبعد هذه المرحلة سوف ننتظر إشعال المحرك الآخر، وهذه قد تصل إلى 26 دقيقة، ونحن الآن على بعد 20 ثانية في مغادرة الغلاف الجوي. خسارة في استقبال الإشارة.
يمكن احنا لسه كنا من شويه يعني او لازلنا حتى هذه اللحظه قاعدين بنتابع مع بعض لحظات الاطلاق لفالكون 9 الصاروخ الحامل لنايل سات 301. طبعا احنا عارفين فالكون 9 ده انتاج شركه سبيس اكس، واحنا عارفين سبيس اكس دي اتاسست تقريبا سنه 2002. المؤسس بتاعها هو ايلون ماسك الشهير ايلون ماسك زي ما حضراتكم عارفين. تم الاطلاق بالظبط الساعه 11:04، مر على الإطلاق تقريبا دلوقتي حوالي ربع ساعة 16:07، والعدد أو يعني الوقت يمر. الحمد لله والشكر لله أنه الإطلاق تم بمنتهى النجاح حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد بنتمنى يعني الاستمرار في هذا النجاح بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، أولا في أنه هذا القمر يدخل إلى مرحلة البدء في بث أولى إشاراته أو معلوماته، واللي هتبدأ تلتقطها أكثر من قاعدة على مستوى العالم، ما بين أنه يتم الالتقاط لهذه الإشارات في القاهرة في شركة نايل سات، أيضا في كان بفرنسا، وأيضا في كوريا. فيما بعد ذلك بإذن الله يبدأ القمر في شهر يوليو إن شاء الله الدخول إلى الخدمة جنبا إلى جنب مع قمر نايل سات 201. زي ما كنا بنتكلم من شوية فإنه هذا القمر ليس فقط قمرا للقنوات التلفزيونية، وإنما أيضا قمرا لتغطية الإنترنت عن طريق الأقمار الصناعية جنبا إلى جنب مع طيبة واحد، وده اللي بيوسع أكتر من قدرتنا على مد الخدمة في أرجاء جمهورية مصر العربية متعلقة بإنترنت واسع النطاق أو عريض النطاق عبر الأقمار الصناعية. بالتأكيد ده بيبقى مفيد جدا في المناطق البعيدة والنائية، خاصة في ظل أنك بتقوم بعمل مجموعة من المشروعات العملاقة قد تكون لسه مش تحت نطاق التغطية العادية لو صح التعبير عن طريق شبكات الـ4G، وبالتالي هتبقى التغطية في هذه الحالة عن طريق 301 زائد طيبة واحد. كذلك في أنه هذا القمر الحقيقة بسبب اتساع أو حجمه يعني الأكبر عن 201 واتساع قنواته القمرية ل 38 قناة قمرية، وبالتالي هو يغطي بإذن الله كل القارة الإفريقية بدءا من جنوب إفريقيا وكذلك بالتأكيد حوض نهر النيل.